إعداد علي بن حسن، إلقاء سعد الفقر، سالفة الحديد، تأليف وإخراج سمير الناصر. هذه إذاعة المملكة العربية السعودية، برنامج العربية ساعتنا تشير إلى العشرة ولا نصف دقيقة صباحا. وجدوا تفشلوا التواصل مع حضراتكم، وشاركوني أيضا وبالتأكيد التحية الزميل محمد نهار ومساكم قليل. هذا الشور تنفيذ المعلم فراس خليل الجاسم من الهندسة الإذاعية حديد وغرميد عشرة فاصلات دقائق تتابعون في حي الثمامة يوم أمس الأربعاء عام 1999 غرميد صراط مسارات